الكنتلوب أي الشمام، شمامة واحدة هي بديلة للأنسولين وعلاج مرض السكر له إلا وتنشيط البنكرياس. يبقى كده أكيد عرفتوا الوصفة بتتكلم من إيه، بس ما تعرفوش هتاخدوها إزاي أو هتعملوا بيها إيه. فالفيديو ده مهم جدا جدا لكل مرضى السكر، فيا ريت تتابعوا الفيديو للآخر، من أول الفيديو لآخر الفيديو معلومات مهمة والله يا جماعة. هما المكملات دي أنسولين طبيعي للمرض الالتهابات، ويكلموا الأطراف عندك أطراف بتنمل أو حاجة من مرض السكر بتعالجه. يبقى على طول بقى نخش في الوصفة، بس بنتمنى منكم انكم تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هي ايه الوصفة اللي انت عاملاها ديت، او هي ايه اهميتها لمرض السكر؟ هقول لك طبعا في المغرب، بس انا بروح على حاجة في المغرب بيسموا الكنتالوب ده او الشمام، عندنا في مصر بنسميه كنتالوب او شمام، بيسموه سويهلة او حاجة زي كده. سويهلة هو تقريبا لو انا بنطقها غلط ممكن تصححهالي، تقريبا في المغرب يعني. طيب هي ايه اهميتها؟ الشمامة ديت او الكنتالوبية ديت رخيصة اول حاجة، وفيها سكر الفركتوز. ده بقى الحاجة اللي مهمة قوي، ان حضرتك اي سكر بتاخديها في جسمك بتتحول للجلوكوز. هو الجلوكوز ده بقى اللي بيرفع السكر وبيعمل لك مضاعفات. لا احنا عايزين بديل ليكون سكر برضه، بس ما يعملش اضرار، اللي هو الفركتوز. طب اهميته ايه؟ من احلى المواد اللي ممكن تقابلها في حياتك لو انت بتاخد علاج، وده اللي بنوه ليه، انك لو انت بتاخد علاج اوعي توقفيه، ليه؟ لان الحب الصوره بتخلي العلاج يشتغل احلى وبتمنع اضطراب الجلوكوز اللي بيحصل. يعني انت ممكن تكون بتاخد علاج صح والجلوكوز السكر عندك عالي، ليه؟ لان بيبقى الشغل لسه بطيء في عينك، فعايزه حاجه، عايزه ماده سبحان الله طبيعيه من بره بتظبط شغل الخلايا وبتظبط الادويه الا وهي الايه؟ الحبه السوداء. فبالتالي انت كده عرفت ان احنا هنستخدم كنتالوب او شمام وحبه سودا. طب هنستخدمهم ازاي بقى؟ يلا نخش على الوصفه على طول. انا بتاسف لكم ان انا بس شرحت لكم في الاول، بس الشرح اهم. هتسالي وناس بيسالوا في الكومنتات ايه اهميه الشمام او الكنتالوب، لو مش متاكده من الكلام ممكن تخش على جوجل وتبحثي عنه، وبالانجليزي كمان اللي انت عايزاه كله هتلاقيه موجود. هنستخدم ازاي بقى؟ اول حاجه هنقطعه حتت كده، ده لازم يعني. هنجيب شمامه زي دي تكون دي كبيره، هناخد ربعها. تمام، خدت ربعها وقطعتها هنا. تمام، هعمل ايه؟ هجيب معلقه من الحبه السوداء، معلقه كبيره، دي معلقه يعني ايه؟ معلقه شاي مثلا، دي معلقه كبيره، فاخد نصها بس واحطها هنا كده. واجيب نص كوب ماء، ميه عاديه مش سخنه ولا اي حاجه، واقوم حطها عليه. وبعدين اجيب بالخلاط واضرب كل المكونات دي في قلب بعض. اجيب خلاط ونقوم حاطين كل المكونات دي فيه. بس نضربهم بقى يا جماعة، وهنطلع لكم العصير اللي هنشربه وهنقول لكم ازاي تشربوه. يلا بينا نضربهم في الخلاط اهو، بصوا اهو نضربهم في الخلاط. يبقى عملت ايه؟ جبت ربع شمامه من دي على معلقه شاي كده من الحبه السوداء، ما كتروش قوي من الحبه السوداء، ومليت نص كوب ماء عادي متفلتر خالص، ونضربهم كلهم في الخلاط هنا. يلا بينا. بعد ما ضربناه يا جماعه كده اهو، هنصفيه بقى في الكوب اللي احنا اصلا كنا حاطين فيه ميه. اهو معلش صرصر منه. بس بصوا بقى يا جماعه الكوب ده هناخده ازاي بقى؟ الكوب ده مهم جدا جدا لمرض السكر. فالكوبايه دي يا جماعه هي يعتبر بمثابه السحر لمريض سكر. قرنا فيها ايه؟ خدنا ربع كنتالوبايه او شمام، ومعلقه من الحبه السوداء او حبة البركة، بيسموها حبة البركة برضه. طب انا اخدهم ازاي؟ انا اخد الكوب ده ازاي؟ اهم حاجة في الكوب ده يا جماعة انك تروز بقى عليه. طب انا اخده ازاي؟ اول حاجة وانت بتختاري كده
كبدي للعصير تقوم شرب كوب من ده وانت بتفطري، مش قبل الفطار او بعد، لا وانت بتفطري. وايه تاني؟ انت بتتغدي برضه. وايه تالت؟ وانت بتتعشي. يبقى كده خدتهم كام مره؟ 3 مرات في اليوم الواحد، بتاخدي 3 مرات بس. ايوه بس الحبه البركه كتير عليا، او الحبه السودا كده كتير، ما تقلقيش خالص، او اديكي معلقه شاي مع كل مره. لو حسيتي في انها اي مشاكل وقفيها على طول، تمام؟ ناخدها لفتره، هتحسي ان كل حاجه كل حاجه اختفت من عندك. يعني دلوقتي انت كنت بتشتكي من تنميل اصابع او اطراف، ما اختفت من عندك. التهابات في الاطراف اختفت من عندك. فكل المشاكل دي عالجناها بكوب واحد من ده بس. طب هنمشي عليه قد ايه؟ تمشي عليه مده مثلا اسبوعين، وان شاء الله نبتدي نعمل تحليل اتش بي اي 1 سي او تحليل السكر، ونشوف الدنيا ظبطت. اوقف العلاج؟ لا ما توقفيش العلاج، امشي على العلاج لحد ما الدكتور بس ايه يلاقي السكر اتظبط. لما اصلا هو هيتصدم لما يلاقي الرقم اتظبط، هو هيسالك انت عملت ايه، او انت عملت ايه، خدت ايه. فسبحان الله حاجات طبيعيه وحاجات يعني كويسه جدا جدا نقدر نستفيد بيها. طالما تقدر تستفيد بيها استفيد بيها. كل واحد زي ده هيغير لك حياتك، ماشي؟ لو حد بس عايز الوصفه بسرعه، هيبقى عندك شمام او كنتلوب. وعلى فكره هو سعره رخيص جدا جدا، مش غالي قوي. يعني هتجيبي دي تقسميها 4 ارباع مثلا، تاخدي ربعها تقطعيها حتت زي حتت زي دي كده، هي متبقيه واحده حتت زي دي، تشيلي القشر ترميه، وتحطي عليها نص كوب ميه، وتحطي عليها معلقه شاي من الحبه السوداء او حبه البركه، وتطحنيها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مرة معاه الكوب، مدة اسبوعين والحل. بس كده يا جماعة، هي دي الوصفة. والله حاجة روعة جدا جدا، ان شاء الله تشكروني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله السكر يزيد عنده والمشاكل اللي بيعاني منها بالله تختفي. اتحداكم جميعا. فيها معلقة شاي من الحبة السوداء او حبة البركة، وتطحنها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مره معاه الكوب، مده اسبوعين والحل. بس كده يا جماعه، هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكروني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله السكر يزيد عنده والمشاكل اللي بيعاني منها بالله تختفي. اتحداكم جميعا. معلقه شاي من الحبه السوداء او حبه البركه، وتطحنها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مره معاه الكوب، مده اسبوعين والحل. بس كده يا جماعه، هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكروني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله السكر يزيد عنده والمشاكل اللي بيعاني منها بالله تختفي. اتحداكم جميعا. معلقه شاي من الحبه السوداء او حبه البركه، وتطحنها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء، كل مره معاه الكوب، مده اسبوعين والحل. بس كده يا جماعه، هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكروني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله السكر يزيد عنده والمشاكل اللي بيعاني منها بالله تختفي. اتحداكم جميعا.